ليش القرآن يهاجم اليهود؟ لهم أي مناسبة؟ خلي تكون علاقة صداقة ومحبة وتواد. لما هذا التبري العلني؟ وهذا يشكل أمواج مضادة. واضح عندما تتبرى منه علنا هو يتخذ منك موقف، لكن القرآن الكريم نفسه بعد ما في كلام في القرآن، لعله يقال فلان رواية مرسلة أو لا يعلم أصلها، لكن القرآن ما حد يشكك فيه. القرآن الكريم جاهر بالتبري في مختلف الأبعاد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بنى عالم التكوين وعالم التشريع وعالم الاجتماع، أو إن شئت فقل المجتمع، على كلا جناحي السلب والإيجاب. شوف في عالم التكوين، نبدأ بعالم التكوين، الله بنى هذا الكون على السلب والإيجاب، ليس على الإيجاب فقط. عندنا القوة الجاذبة وعندنا القوة الطاردة، الآن توازن هذه الأفلاك بذلك. يعني لولا وجود القوة الطاردة أو الهاربة من المركز لهضمت الشمس كل هذه الأفلاك الصغيرة اللي منها الأرض التي تدور حولها. يعني الكتلة الأكبر هذه تجذب الكتلة الأضعف. لولا سرعة دوران الأرض حول الشمس اللي هي تشكل القوة الطاردة لها، والسرعة أيضا محسوبة بميزان، يعني القوة الجاذبة للشمس بميزان دقيق، والقوة الطاردة الناشئة من الحركة السريعة في ذلك المدار البيضي هذه أيضا محسوبة بحساب. إذ لو اختل هذا التوازن، إما الأرض تنشمر برا، يعني تخرج من هذا المدار، كل في فلك يسبحون، هذا معنى الآية الشريفة، يعني مما يفسر بها ومما توضح، في فلك يسبحون بمعادلة دقيقة قائمة على التوازن بين النفي والإثبات. السرعة إذا كانت شوية أكثر لكانت الأرض تخرج من المدار وتضيع في الفضاء، ولو كانت السرعة أبطأ قليلا جاذبة الشمس كانت تسيطر وتهيمن على الأرض فتمتصها وتبتلعها. لا لا، توازن دقيق قائم في عالم التكوين على السلب والإيجاب. وكذلك في مختلف الأبعاد، في المرض، هل الإنسان يعيش بالطعام فقط؟ لا، يعيش بالطعام ويعيش أيضا بالمضاد الحيوي اللي اسمه العسل، اللي اسمه الخل، اللي اسمه الأنتيبيوتيك حاليا، يعني مضاد حيوي طبيعي أو غير طبيعي صناعي. الإسبرين هو معدل عن الخل بس معدل أضعف تأثيرا وأكثر ضررا على أي تقدير. بدن الإنسان تدرون كم يحتوي هذا البدن؟ المقدار الهائل الذي يحتويه من أنواع البكتيريا، من أنواع الفيروسات، من أنواع الميكروبات، عدد كلش هائل، لكن للبدن حصانة ومناعة. بمجرد ما تختل هذه النظم المناعية الفيروسات تهجم على الإنسان، الإنسان يتمرض ويموت، وهذا الجغلان مليء بالفيروسات والميكروبات والجراثيم وغير ذلك. وعلى حسب إحصاء علمي قديم كنت أقرأه أنه في السنتيمتر المكعب الواحد من التراب، السنتيمتر المكعب الواحد من التراب يوجد 100 مليار. حقيقة شيء غريب، احنا عقولنا ضيقة، لكن الله أراد أن يتجلى بعظمته في كل الكون وفي كل شيء. في السنتيمتر المكعب الواحد من التراب يوجد 100 مليار موجود، بس تسمي بكتيريا تسمي أي شيء آخر، 100 مليار موجود حي يسبحون في السنتيمتر المكعب الواحد، يعني مقدار جدا قليل، ربما هالمقدار 100 مليار. هذا اللي اكتشفوه، واللي لم يكتشفوه أعظم فأعظم. الله تعالى بنى عالم التكوين على التبري وعلى التولي.